أمران إذا اجتمعا للناس في بيوتهم عظمت البركة في البيوت وذهبت الشياطين عن البيوت. أمران: التسمية عند الدخول بسم الله، إذا فتح الباب يدخل يقول بسم الله، وإذا وصل إلى أهل البيت قال السلام عليكم. هذان أعظم أسباب البركة في البيوت وذهاب الشياطين عن البيوت. إذا دخل عند فتح الباب يقول بسم الله يدخل، إذا فعل ذلك بقي الشيطان في الخارج، لأن ما يستحل الشيطان البيوت إلا بماذا؟ إلا بترك التسمية. إذا تركت التسمية قال لأعوانه: أدركتم المبيت ادخلوا. وهذا يؤكد على أمر، وهو أن كل داخل ماذا؟ يسمي. لأنه إذا فرط واحد من أهل البيت في التسمية عند الدخول استباح الشيطان الدخول من خلاله. مثل أيضا استباحة ماذا؟ نعم، الطعام. طعام يستبيح الطعام بواحد، لا يسمي عند أهل الطعام، لا يسمي. فإذا من أعظم أسباب البركة في بيوت المسلمين أمران: تسمية عند الدخول من كل داخل، الولد والبنت والأم والأب والأخ والأخت، كل داخل يعلم عند الباب يقول بسم الله، وإذا وصل إلى أهل الدار قال السلام عليكم. هذه بركة عظيمة جدا في البيوت، بركة عظيمة جدا في البيوت، والتفريط فيها تفريط في بركة. اقرأ مرة ثانية في الحديث يقول: فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.